شوف يا ودي، اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي؟ انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. ايه؟ لا 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 لا، المبلغ مش كبير تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي، ابعتهم كلهم اهو، الباقي ياخدوه اهل وغلابه فقر. طب يا حبيبي اسبوع؟ اوكي باي حبي، باي. اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع، هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز، اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني، ده الدم بيحن. الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ قلت لك الدم بيحن. بقول لك يا فوزي، إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقص غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. اعمل ايه يا ربي؟ بصوا يا جماعه، انا هفكر في البيت واكل الاكل دوت، ربنا يسهلها ان شاء الله. انا محرج قوي يا جماعه، بصراحه محرج. اول مره استلم فلوس بصراحه، وانت عارفين شعور الفنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم، صح؟ بس انت مالك بس، الام من ايه؟ ولا الام ولا حاجه. انا هقول انا عايز فلوس اروح لاخويا فواز في دبي. فيها ايه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا انا متوتر بصراحه. لا فوزي، ده خالك وخال والد. لا اصل هو بصراحه مش خالي لازم، يعني هو امي ولاد خاله، فده يعتبر خالي. ايوه طبعا، ده كده بقى خالك لازم. طب الحمد لله. انا متفائل والله، متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76؟ عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء. يا عم الجريء. يا خرابي فوزي. انا مش فوزي، انا مختار. تصرف كده في اسبوع يا ابني الكلب؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف كده في اسبوع؟ ايه ده؟ مش شايفه يا خالد. انت غير ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خال، ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي. صرف كده في اسبوع يا فوزي. صرف كده في اسبوع. ما دي التربية البايظة. لو كانت اللمبة المحروقة دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير. انا اروح اشوف مين شرب الواد سجاير. خد يا. انت عايز ايه يا؟ طب مش امك بعد الجهاد وخلاص تمام؟ انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن. انت مش من اي حد، مش من اي حد. انا ماليش غيرك يا خالد. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز قول لي الحقيقه، عايز ايه؟ بصراحه انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا؟ ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا؟ عايز تروح دبي؟ اوه يا هديك يا ابو صاحبي. عايز تروح دبي يا خالي؟ دبي. انا اوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا اوديك دبي تتعور. ايه بس دبي مش من هنا. والله هتوحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس. بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل لحيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه فوزي. إيه؟ الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان، لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل البيت وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلامه يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، ولا اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف، مايكات وعده الدي جي، خليك ملك. لا لا، بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق، أم. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا. وبعدين اللي انت كفتهولي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه، خليها تدعي لي. ها معلش، في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال يا فوزي. على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي، ربنا معاهم. الله فوزي معلش، انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج، اتفقنا؟ يا جدعان جبت التوك توك؟ طبعا عندليب، اتفضل.
وده كان فينا احنا الثلاثه. مش ده فوزي ده سواق التوك توك. مؤاخذه لا مؤاخذه، سواق ايه ونيله ايه؟ تعمل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين يا عم؟ اتاخر شويه، حر اسود ومنيل. باي باي يا مات، باي باي يا مؤاخذ يا عم. مش عارفين نركب الدخل يا اسطى. جود مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغوني يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني ووحشتيني وحشتيني. ورايا يا شباب عزم الله أجركم. يا لها باللي له الخافق يهلي هلي من الفرحة وروحي بات هلي هلي. إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي. رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا، واللي وعد بوعده ما يخلي خلي. جمانة ارفدي لي سبعة من الموظفين هدول يلا. ليش مستر فواز؟ هوبا ايوه هوبا جننت انا. ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق كان كل نفاق ورياء. ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي؟ وكلمه زياده هتحصليهم. يلا حاضر. اه يا جمانه والله ذكرتيني بجرح عمري وغلطه عمري في نفس الوقت. والله اخذت زهره شبابي وفلت. ذكرى كامله يا هذه. الخامسه مستر فواز. خامسه؟ خمس سنوات يا والله مروا علي كأنهم ست سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم. يا أوكي، كان عندي شيء مهم والله كنت أسوي، لكن لازم نروح المقابر ده واجب. مستر فواز كان نفسي أروح السينما في فيلم جاكي شان أكشن موت. أحبك وودك وموت وموت بهواك. هلا 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 العندليب جاي لك يا دبي. تحمل تحمل جفا. هلا 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 أحبك وودك وموت وموت بهواك. هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفا. هلا 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 ليالي تعدي بدون الحبيب وكم يا حياتي اشتقت اللقاك. هلا هلا انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن. انت عارفه الافخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي اني واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه. يا جماعه كده عيب، احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة يا فواز.
حزين والله حزين والله فراقك صعب يا ام يزيد والله لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه وين سياره المقابر واليوم الاسود موجوده مستر فواز تعال 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 انا قلت لك روح لا قلت ولا ما قلت لا ما قلت روح. روح انت ليه ما رحت روح مستر فواز تعال انت تقول من نفسك تروح انا اقول لك تروح يلا روح هو يوم اسود من اوله والله فراقك صعب علينا والله والله قهرتيني والله رحمة الله عليك رحمة الله عليك يا ابو يزيد رحمة الله عليك طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم فواز جربتم انا قلتم كاسه وكجيتوا به الحياة دقنك دي ما فاهمك ادخل قول لي فواز بيه جثة اخوك فوزي برا فوزي انا سعيد بيكو قوي قوي شكلكم انتوا الاثنين توأم زي انا واخويا فواز بعد سلع صون عامن فوزي جروع بصايا يا على لعبة القدر ايه ده ايه ده دي غريبة قوي انا ماما قالت لي ان اخويا خليجي مش هندي اه بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي بس مش مشكله ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن حبيبي يا اخويا تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا فواز ابيك يا ابو الطيري انا عارف ان الصدمه صعبه عليك بتقول كلام مش مفهوم خش في لحمك اخويا خش اري هسه بعتك كارتاه اركتك وركتك انا عارف ان انت ممكن تتلوس وتتجنن خش في دمك حبيبي ابي صبر كرو يا اركي خش في عظمك اخويا ايه بايا انا ما فيش اخوك امال انت مين انا خان كابور كان خابور وبقيت ايه دلوقتي خان كابور المربي الخاص لمستر فواز وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخبيري ما انا قلت كده برضو مش معقول تكون انت توامي دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها معك فوزي عند اللي بتدقي اري انا يعرف انت منو لقد ولدت على يدي طب قول لاخويا كده اللي حسيت مش مصدق خالص عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك اكسكيوز مي حبيبي كم هير هوم سي ميك لايك مي سوي مثل انا 1 2 دك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي حبيبي بقول لك يا نبي يا عم خبور اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين ها الحياة بقى لونها بامبي وانا جنبك وانت جنبي الشغالين اللي هنا فين انتوا يا بهايم اي حد يجيبني في وسطه لا 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 الحزين عايز ابكي فرحان عايز اضحك مجنون ده اسمه كلام يا ست حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور تومين ام سوري مستر فوزي خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء ايش هذا الشيء ايش هذا الشيء ما شاء الله ايش هذا القمر بيبي ابيض وجميل يا انتي بنته ده باصه كمان ايه ده مين اللي عمل فيك كده ياسا في حد شد لك ده بنته ده انت بنت بص امل ما شاء الله ستة بنته هو مين ده هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي يا ابني مرحبا هلا والله اكيد انت مرات اخويا فواز معاكي فوزي عند اللي بتدقي مستر فوزي انا مو زوجة اخوك انا سكرتيرته زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين ده شيء يسعدني جدا جدا تعالي معايا مرحبا انت لسه واقفه تفضلي استريحي اهلا وسهلا تفضلي واحده
اما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع. وحضرتك مش متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا ماشيه مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضيه خالص ها؟ اه فاضيه. مش عايزه تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا وعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي.